وربي وربي على روينه، وانا رجامي فك ليا هاد الروينه هادي وفضيحه. وشوفوا شوفوا على فضيحه، شوفوا ناري قلبي غادي يسكت. شوفوا على فضيحه، شوفوا عارف راسك اش تسوي وانت مكلخه، وما ديتش انا على هضره بنادم مساك. انت عارف انت اللي قديتي ديري سمير مقاطع مقاطع. ما عندك غرض بحوايجك، والله ما عندك غرض بحوايجك. باسم شنو دار ليا؟ ايوا راه انت اللي عطيتي. شنو دار ليا؟ انت اللي عطيتي السيل. شو الحيط شو الحيط شو الحيط شنو دار ليا؟ قولوا لي شنو غادي ندير. وقش وماشي كانوا غادي يعني تهضر تكون مجموعه عاد نبينها لكم. انا الحقيقه كنبينها، سواء كانت خايبه سواء كانت زوينه. شوفوا هذا البيت. السلام عليكم خوتي، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. هاد الفيديو هذا بغيت نوضح فيه واحد الامر مهم اللي بزاف ديال الناس دخلوا الكومونتيرات بقاو كيهضروا شي هضره اللي غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا ما عندي علاش نكذب عليكم، ولا كنت كنكذب عليكم كنكذب على راسي. لحقاش انا عارفه الكذوب ما كيسلك في حتى شي حاجه، وانا كنبارطاجي معكم الحقيقه. قبل ما غادي نهضر في الموضوع، شوفوا الدار، شوفوا الدار كي دايره، شوفوا كي مرونه، شوفوا شوفوا الدار كي مرونه. الارض الارض شوفوا الارض كي دايره. يلا انا كنجمع، المهم نقيت هاد الصاله هادي، شطبتها قديتها. انا كنحيد بحاجه بحاجه ضروري حتى الدراري الصغار ملي كيتلاقاو الدار كيرونو، ادخلوا لي بيت النعاس رونو لي الدنيا. وانا غادي نجمع وغتشوفوا كلشي على عينيكم. هانت اختي اجي نوريهم، هانت شوفوا الدنيا كي دايره. هذا بيت شو كردوا لي داك البيت، هذا البيت ما فيش الضو كاع. شوفوا هنا، شوفوا لكن هادشي كامل غيتجمع وغيتنقى. وانا باش تعرفوني انايا ما كنتزوقش فرصاوي، ما كنتزوقش وماشي كانوا غادي يعني تهضر تكون مجموعه عاد نبينها لكم. انا الحقيقه كنبينها، سواء كانت خايبه سواء كانت زوينه. شوفوا هاد البيت هذا كي داير حالته. شوف وريهم الكوزينه، شوف الكوزينه كي دايره، الكوزينه كي دايره، المعان الارض كلشي. انا غادي نجمع الدنيا وغتشوفوا الدنيا ان شاء الله كي غنردها كنقيه كتشعل وغنصيق الدار غنفركها. ودابا راه اللي هاد تشوفي اللي اللي دابا وريهم شحال اللي انا ميصبح عليا الصباح تتكون الدار نقيه ومقاده. بالنسبه للناس اللي كيقولوا الدجاج طايب، شاريه انا على برا اقسم بآية الرحمن وحق لا اله الا الله ما شاريه الدجاج طايب على برا. وثاني حاجه مطيب في الدار على حقو وطريقو، مطيبينو هاد اليدين، هاد اليدين اللي مصايبين الدجاج. بنادم كيقول لك واش انتي ساميه غطيب؟ نطيب انايا، انا حولي نشدو نفصلو نطيبو. انا ما كنشاركش الطياب، انا كنفطر فطور وغدا غدا عشاء عشاء. ملي كيجيو عندي الضياف كنكبر بيهم كنوض حتى انا كنطيب، حتى انا كنوجد، حتى انا عندي البنه في يديا. بنادم الله يسر مريض، بنادم مريض في راسو خاصو يتعالج. انا وريتهم الدجاج قال لك انتي اللي دايره. الناس اللي كيعرفوا الطياب ديال الدار كيعرفوا الطياب ديال الدار، اللي كيعرفوا الناس الطياب ديال الزنقه راه مالي ولا فين كيشريو ديال الزنقه. انا كنت كناكل في الزنقه، كانت كتعجبني الماكله ديال الزنقه، ولكن انا لا صافي بعدت من ماكله الزنقه، ما عندي ما ندير بها. وليت كنطيب في الدار وناكل في الدار، مره مره اللي كنت في الزنقه. ولكن جات عندي هاد السيده عزيزه وغاليه، حاشا ولله نمشي نشري لها الدجاج باش نحطو انا، حاشا ولله. انا اللي طيبت الدجاج وبالتغميره ديالو، وانا اللي وجدتو قديتو ومشيت شريت دجاج خضر عند مول الدجاج، وجيت غسلتو وقديتو والصباح ما طيبتو على النبوري. بدا كيطيب على المهل ديالو، وصورت لكم باش ما يجيش الفيديو طويل، راه في 18 دقيقه، قولوا 19 دقيقه قطعت وقديت وصيبت باش نحط لكم الفيديو. اما باش الناس باش يقولوا طيبتي شريتيه من الزنقه، راه حتى شي وحده ما كتحقر. انا مغربيه حره وتنعرف نطيب والحمد لله. انا ما فيا ما تقولش انا فيا الفم، حتى انا بذراعي بنادم. شنقول لكم هاد الدجاج وشنو قلتو فيه؟ الا درنا شي حاجه ما عرفت شنو غتقولوا. دابا تشوفوا البسطيله عاوتاني. ها انت لكم على الحادقه في نصاصه الليله البنات، جالسه كنخمل واخا الليل ما مزيانش قا به، ولكن ما عندي ما ندير، ما يمكنش ليا نعس ونخلي الدار مرونه حيت غادي نمرض غنمشي لبلاصتي غادي نعس
ما غيجينيش النعاس. قلت والو غادي نضي الدار بالليل، واخا واخا الدار حالتها وسيم وفرح ولينا تبارك الله عليهم ورونو الدار. الحوايج ديال بيت النعاس الماريو كامل جبدوه، الحوايج ديال سميه دوك الحوايج اللي جاو من هولندا كانوا في الباليزه جبدوا الباليزه وردوها يا اختي فرتكوها. جبدوا الشكلاط كلاوه، داروا الشكلاط في الحيوطه، واحد الروينه ما نقولش لكم، ولكن ماشي مشكل. ما عندي ما ندير الكبيدات، ما عندي ما ندير سميه. قلت لها اختي ما تشقاي، ما تحطي حتى شي حاجه في يديك، لحقاش هي مريضه وبنتها مريضه والله الا قلبي معاها الله يشافيها. غادي نضي الدار بوحدي. قلت لها شوفي غادي نحط لك هذاك الشيء اللي غادي تدي معاك ديه، وسيري اختي ارتاحي في دارك، خليني مني لداري. ايوا صافي انا كنشقى البنات دابا، غادي نشقى، غادي نحيد عليا الموعن كاملين، البوطاجي البوطا، عاد غادي ندوز نصياق. المهم بعدا راه شطبت حاشاكم هذاك الزبل اللي كان في الصاله في البيوت، كلشي شطبته وحيدت حاشاكم الزبل اللي غيتحيد، درتو في الميكات باش اختي نرتاح، باش غدا في الصباح منين غادي نوض نوجد الوسيم يدي معاه المدرسه باش ياكل، غادي نوض مرتاحه. غادي نهبطو اختي المدرسه وغادي نجي اختي نرجع نعس، ما نشقى ما والو، غادي نوض نطيب الفطور العتيق وليا. ايوا صافي دابا دزت اختي البوطاجي، غادي نفركو مزيان بالتيلو جافيل. انا ما يمكنش ليا ما نحكش اختي البوطاجي، ضروري 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 نحك البوطاجي، نمرد بابا بالتيلو جافيل صافي. ومن بعد اختي غادي ندوز للتسياق، التسياق وحشكم الطواليط والدوش. ايوا هذه هي المراه المغربيه اختي، ضروري ما نشقى شقى شقى، والطياب ما كنساليوش والله يا اختي، الشقى ما كيسالي، ما عندنا ما نديرو. كما قلت لكم هذه هي المراه المغربيه الحادقه تبارك الله، ما كتبغي لا وسخ لا عفن لا حتى شي حاجه، حنا مغربيات حارات تبارك الله. ها نتوما خوتي صافي، غسلت الماعن، شي درتو هنايا شي درتو الفوق. دابا شنو غادي ندير؟ من حيت عليا الماعن البوطازي فركتو بالتيلو جافير، دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نوض اختي، غادي نصيق الدار مزيان على حقها وطريقها، وغادي نتول وكل حاجه غادي نردها بلاصتها. هاد الليله حسب حلوفي تنضي الدار، تنرد اختي كتشعل باش في الصباح نوض نصوب اختي الماكله ديال ولدي، غادي المدرسه ونرجع للناس صافي. ما نخليش اختي الدار انا موسخه هكا اختي، مايمكنش. لا 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 يلا. ودابا غادي ندوز للتسياق. تما كان البنات درت شويه ديال جافيل والتيد ديال التسياق، واحد السائل درتهم، وانتم غتشوفوا تبارك الله شحال ديال الوسوخات. شوفوا شوفوا تبارك الله، غيبان لكم ها نتوما الحقيقه. شوفوا شوفوا فين داروا لي الحلوه، شوفوا فين نسقوا لي الحلوه، شو الحلوه هنا، الحلوه هنا، شوفوا شوفوا لتحت، وري مري شوف الحلوه هنا، الحلوه هنايا. الجميع حيد لي هذا الشيء على الدراري. ايه وشفتوا الروينه هاد الشيء هذا، راه الدراري الصغار شفتوا الحلوه فين لصقوها ليا في الارض، ناري كيردوا لي الدار، وانا نقيتها قبل وقديتها عرفتي رديتها كتشعل، ولكن في الاخر تصدمت واحد الصدمه ما نقولش لكم، والدموع جاوني حيت صراحه ملي كتكوني كتنقي الدار قبل وكترديها كتشعل، من بعد كيرونوا لك الدراري الصغار صافي كيجيك الاكتئاب، اكتئاب شويه. وانا نفكر ونقول الدراري الصغار ماشي مشكل، بعض المرات كيتلاقاو في هكا عندي انا في الدار، ولا عند امي ولا عند سميه كيقلبوها. ايوا قلت لسميه شوفي والله ما تحطي يدك في شي حاجه صافي، الكبيده ديالي سير ارتاحي ليا مع راساتك، ما تخافيش عليا انا بعدا خفيفه دغيا كنسالي، ولكن راه تبارك الله كنقي ما كاين حتى تيدو جافيل. اختي دزت الطواليط وما وتطواليط ردوها حالتها حالتها، راه شفتوني دابا كندير تيدو جافيل وكنغسل كلشي، لا مرايه كلشي هكا هكا، كياكلوا في الشكلاط وكيمشيو يلصقوا ليا في الحيوطه وفي البيبان، ولكن ماشي مشكل. دابا اختي هانتوما كتشوفوا تبارك الله الحادقه ديال ساميه الميوهات، وانا ما عنديش القادوس في الاخر كيدوز عليا العذاب، علاش؟ لانني في الاخر كنجمع بالجفاف، جفاف وكندير في السطل وكنلوح في حشاكم في طواليط ولا في الدوش الماء، وعاد كنعاود عاوتاني الماء نقي، عاوتاني كنجمع بالجفاف، ومن بعد اختي كنجفاف بصاني كروا وكنبخر شويه الدار وانا ارتاحيت. تا هاد البلاصه هادي تا هي نضيتها تا هي ما كاينه فرك 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 فرك، باش يا اختي في الصباح منين غادي نوض نفيق نشم اختي ريحة سانيكروا وريحة جافير ونشوف الدار نقية، واو شحال كنرتاح. قولوا لي الله يسهل عليكم ملي كتجمعوا الدار بالليل وكتفيقوا في الصباح، باش كتحسوا؟ ماشي كتحسوا بالسعادة كيدوز عندكم النهار زوين،
ها كتفيقي على الكوزينه مرونه ولا على الصاله مرونه والدار كلها مرونه صافي كيجيك الاكتئاب، الاكتئاب الحاد. انا بعدا والله العظيم الفطور ما كنفطروش، كنوض نجمع هو الاول. ايوا ما عندنا ما نديرو. طباخه ما عنديش البنات المجرم، خصني ضروري نجمع بالجفاف، نجمع بالجفاف من الصباح بلا تواصل، من الصباح وانا نجمع بالجفاف. دابا صافي دابا غادي نضرب تسيقه حتى البيت النعاس والكوزينه، وغادي نضرب واحد التجفيفه. ايوا صافي هو انتوما معايا. غادي نحط الواسيم المحمصه، قالك تشهر الخمسه، هانتي غنحط ليا كل محمصه بالحليب، هانتوما الكبيدات، غنعطيه بعدا محمصه عاد نكمل شغلي نعشي باش ينعس، حيت مشى الحال ما عنديش الوقت دابا باش نعسو، حيت انا خاصني نقطع. هانت زوينه زوينه، عطيكم محمصه وتمشي تنعس. يلا زيد زيد، يلاه زيد زيد. واحد دقيقه الله يحفظك. جلس جلس جلس. ما قولي ها جلس نوض حبيبي جلس. شنو قالوا لك؟ الدجاج ماشي انا اللي طيبته، لك شريتو من الزنقه. عطاك واحد الهضره، واش كتبقى كتسوقي العباد؟ انت عارف راسك شد السواي وانت مكلخه، وما ديتش انا على هضره بنادم مثلا. انت عارف انت اللي قديتي؟ انا اللي قديتي. ايوا صافي تيش درك كاع واش لا هجموا عليا بقى فيا الحال. انا عادي، انا اقسم بالله ايتها ديال الدار داك الدجاج، اقسم بالرب داك مي طيباتو. قال والله ما طيباتو، ما هو طيباتو، اقسم بآيات الرحمن ما طيباتو امي. الدجاج طاب هنا في الدار وانا اللي طيبتو. وانت عارفه راسك انت مطيباه، وعلاش تبقاي تهضري على هذا الشيء هذا؟ عاد ما نعرفها قدرها. اذا صافي حتى الجميع اللي دابا يقول لك ماشي انت اللي جمعتي. ماشي انت اللي جمعتي، صافي انا اللي جمعت وانا اللي طيبت وصافي. سالم انت طيبتي؟ انت طيبت الله. يا 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 عاتق لي طيب، يلاه عاتق لي طيب. وضحكي وما كاين والو، انا اللي قالوا لي، انا اللي قالوا لي عاش من عرف قدره. ياك هو ديال الهضره اللي تنقول لك. اقسم بالله اخوتي حتى انا اللي طيبته، واش عباد الله انا ما غنعرفش نطيب الدجاج بالدغميره. الا بلا كسنيه عاد الله يجبدنا على الشهاده. ويل لمن اجلت لي الاصابع. شنو زعما؟ ولو بالخير. زعما قالوا عليا شي حاجه خايبه، خليهم منهم الله. وانت زوينه ما كاينش المشكل. زعما زوينه الله يكثر خيرهم. زوينه تبدا انت طايح الارض الله يهديك بزاف. اويلي. وحق الله. لا بغيتهم يشكروني. هو راه تيشكروك. ماشي ضروري غيبقاو يشكروك يشكروك. شد نقول لهم، شد نقول لهم واحد. واخوتي وخواتاتي وامي ماتي، راه انا اللي طيبت الله يهديكم، راه انا اللي جاب لي الدجاج، ما لقيت لي صورني. وكانت الدار عندي مرونه، منين نجمع من باش تجي السيده تقدر هكا نقيه والريحه زوينه ونطيب، راه انا اللي ما نكذبش عليكم اللي طيبت. اقسم بالله العلي العظيم حتى الدجاج ديال الدار وانا اللي طيبته بهاد اليديات هذا، والحمد لله جابنين. اجيو لعندي مرحبا بكم، بغيت تذوقوا طيابي. دخلت عندكم والله ما تجيو تشوفي يا اختي البنه كي دايره. والله يا اختي تقولي سامي الله يعطيك الصحه. مشي نكمل الشقه على من سالي الكبيدات، عرفتي راه تمارا عاطيق جاي عاوني واحد شويه. الله يرحم لك الوالدين. واسيم شنو دار ليا؟ ايوا راه انت اللي عاطيه. شنو دار ليا؟ انت اللي عاطيه السير. شو الحيط؟ شو الحيط؟ شو الحيط؟ شنو دار ليا؟ قولوا ليا شنو غادي ندير؟ من الصباح وانا نجمع وانا نكاد وانا نسيق وانا شوفوا شنو دار ليا. شوفوا 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 السيلو. ويلي 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 نيري مفطيحة. صافي ما عندنا ما نديرو، ما عندنا ما نديرو، والله اختي ما عندنا ما نديرو. صافي هادشي غادي يتحيد ان شاء الله. كيغادي يتحيد عاتق السيلو ما كيتحيدش. غادي تسكتي. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة. غادي يتحيد بلا ما تبقى ديري بحال هكا. سير حيد انت، ما تضربيش ما تضربيش. شناهي ما نضربوش؟ صافي يا سامي الله يرحمك، تضربي فيك. اقسم بالله لا بقات فيك. ما تيعرفش ما تيعرفش. علاش كتبتي لي انا؟ شوف كيضحك، علاش كتبتي؟ وشوف درت ليه. شوف شوف شوفوا على حاله، شوفوا على حاله، شوفوا على. قولوا لي شنو غادي ندير؟ قولوا لي شنو غندير؟ الله يكبر بيكم. اش غديري؟ غديري سمير مقاطع مقاطع. ما عندك غرض بحوايجك. وسمعي والله ما عندك غرض بحوايجك. انا نقاد ونصيبه في الاخر تقولي ديري مقاطع. خلينا نهضر، غديري شويه جبيد والماء. الرق 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 الرق. المهم غنشوف واحد البرودوي عندي، غنشوف على الله. شد 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 هذا هذا الو هذا. نشوف يا ربي يا ربي تحيد. كحس كحس هنا نشوف. الحمد لله كيتحيد. قلتها لك والله يا البنت كيتحيد. قلتها لك ناري فرحت والله الا فرحت. يلا صاحبي يلا تحيد 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 صاحبي. ريحته
وساميه.